تعادل سلبي بين الاهلي والاسماعيلي في تقريبا اقل المباريات من الناحيه الفنيه بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. ولكن احنا زي ما قلنا في اهداف للنادي الاهلي المرحله ديت، يمكن زي ما قالوا الكباتن لعيبه تتشاف، لعيبه تعبر عن نفسها، في لعيبه ظهرت مظهر كويس، في لعيبه لسه بتتشاف، في لعيبه ما ظهرتش بالمظهر اللي احنا عايزينه انها تكمل. لحد دلوقتي في ايجابيات برغم ان النتائج بتتراجع، ولكن في ايجابيات. على الاقل في لعيب يعبر عن نفسه، في لعيب ماشي بخطى كويسه، بنطمن على اللعيبه اللي راجعه من اصابات. يعني الحمد لله على التعادل يا كابتن شريف. الحمد لله. زي ما انت قلت الفتره دي في استراتيجيه التعرف على لاعبين قطاع ناشئين خصوصا، يعني التعرف على بعض اللاعبين بالايجابيات بتاعتهم اللي زي ما الكابتن قالوا دول هيكونوا موجودين ولا لا في المرحله اللي جايه. كل واحد يمتلك امكانيات بيطلعها، وبعدين مفيش اسهل من كده مباريات بتحصل للاعبين عشان ياخدوا فيها ثقه. الحقيقه ملعب مفتوح، حتى المنافس مش فارق معاه المباراه قوي، هو بقى في منطقه بيسموها منطقه بعيد عن الهبوط يعني، فلا هو عايز فارق معاه النتيجه، ولا انت عايز تدي الامكانيات اللي عندك، مش عايز حتى زي ما انت قلت 9 مباريات بتحافظ على كلين شيت ليك مفيش اهداف بتخش. الفتره اللي قبلها كان كل ماتش بيخش فيك هدف يعني. ف احنا بنعمل وبنتوسم ان احنا نكون بنفس الشكل اللي لعبنا فيه قدام اتحاد اسكندريه والمصري، بحيث ان بيبقى في مسؤوليه على انت رميت خلاص الدوري ورميت، بس بيبقى عندك مسؤوليه بتبقى احسن من كده كتير قوي، بتبقى اسرع من كده كتير قوي. اللعيبه بتاخد الحكايه بمأخذ جد عن كده. بس الاحساس بالمسؤوليه دوت مش احساس من بره، احساس اللعيب جوه الملعب. ما هو ده اللي انا بقوله، لما بيبقى عندك تحت اختبار، تحت ضغط، تحت هتلاقي اللعيبه بتدي قد كده 10 مرات. لما خلاص لما اللعيبه نفسها حست ان ما بلعبش على بطوله. انا بلعب في الملعب على اساس ان انا ما كسبت اهلا وسهلا، ما كسبتش هادي الاداء اللي هو بيلعب لنفسه. لا عارف علاء ساعات ما بيلعبش حتى ده طيب. لكن يعني بقول لك ده الامكانيات اللي موجوده عندهم دي، الفرديات بتاعتهم، طريقه لعبهم، هو بيعمل كل اللي بيعمله من بره، عنده تعليمات انت تقف ناحيه اليمين هنا زي مستر مكسيوني، ناحيه اليمين واقف بيستلم كوره يروح مسلمها لواحد. ها ما ده مفيش يعني ما بيعملش اي حاجه زي ما يكون بينفذ تعليمات. هو ما عندوش حاجه هو بلس يعني حاجه ايجابيه من عنده هو يفيدها، زي ما لعب مثلا قدامنا مره ومش عرضيه كده وشوط شوطه جاب جول قبل كده، هو ممكن مع سيمبا ما بيديش لنفسه حتى الفرصه دي. بدنيا بقى هو كده، هو دي اسلوبه، هو مش مهم يعني. خلينا في قطاع الناشئين اللي موجود، هو ده اللي كان يهمني ان انا استخلص منه احسن وجوه، احسن الناس اللي بتاخد الفرص دي. قدامنا 3 مباريات على ما اعتقد، مش كده؟ هيبقى نفس الشكل كده، هيبقى نفس البتاع. بس النهارده بقى احمد عبد القادر نزل شويه وفتح نفس، وكان نشوفه بقى من اول المباراه الجايه، ونشوف محمد محمود اللي بينزل في اخر دقيقتين، ونشوف شكل تاني يواكب الاسم بقى، او يخلي الجماهير حتى قبل قدام الحكايه خلصت، بس انا انهي البطوله وانا بكسب ماتشين 3 يبقى شكلي في الجدول كويس يعني. ف لم يكن في الامكان اكتر من اللي انت اتفرجت عليه ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاداء اللي موجود ده كله، بالنسبه للنادي الاهلي ولا بالنسبه للفرقتين قصدي؟ لا الفرقه الثانيه خلاص، هي الثانيه الدروم بالنسبه لها ضيعت اخر 7 دقائق في الشوط الاولاني الفوز، وحاولت في بعض الاوقات كده انها تعمل كرات، حتى الكور الخطر اللي هي اتشطت وكانت ممكن تيجي جول كانت اعتقد 3/4 اوف سايد، كانت مننا او من فرقه اسماعيل يعني، خطوره طبيعيه يعني
ان عبد الرحمن مجدي دريبلر وبيعرف يعدي وبيعمل مشاكل لكل الفرق. انما انا بتمنى ان انا اشوف شكل احسن من كده حتى بالقطاع الناشئين ده.